أمواج قلبي فيهدى. أنت يا من أمرت البحر والرياح فسكنا، تعال وامشي على أمواج قلبي فيهدى، فيهدى ويطمئن كل ما بي، ويتاح لي أن أغمرك، ويتاح لي أن أغمرك يا خيري الأوحى، وأن أتأملك يا نور عيني، يا نور عيني. فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلقة، فلا تحجبك عني ظلمة خواطر القلقة، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحي، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحي، ولتحتمي نفسي يا رب في ظل جناحيك من وهج تجارب هذا الدهر، حتى إذا ما توارت في جوك العذب تتهلل فرحا، تتهلل فرحا، تتهلل فرحا، تتهلل فرحا، تتهلل فرحا، وتقول إني أرقد بسلام هانئة، أرقد بسلام هانئة في حضنك. لم يكن لديه أي دواء لكن أطلق عليه الشافي، لم يكن لديه جيش لكن كل ملوك الأرض كانت تخشاه، لم تكن له معركة عسكرية لكنه بالحب احتل العالم، لم يفعل أي جريمة لكنهم صلبوه، دفن في قبر لكنه اليوم حي. المسيح بموته خلصنا من خطايانا وأعطانا الحياة الجديدة والحرية الكاملة. الرب ضحى بابنه الوحيد ليخلصنا، تعذب وتألم وانصلب وذاق المر، لكنه لم يشتكي ولم يتردد للحظة. فالمسيح من كثرة حبه لنا تجرد من مجده الإلهي، أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، تواضع وأصبح إنساناً مثلنا، واضعاً نفسه حتى الموت، موت الصليب. هذا ليس ضعفاً بل قوة حقيقية. من يحمل في داخله قوة الله، محبته وعدالته، لا يحتاج أبداً أن يلجأ إلى العنف، بل يتكلم ويتصرف بقوة الحقيقة والجمال والحب. فالمسيح على الصليب كان أشد قوة وهولا من ألف قائد
في ألف معركة في ألف جيش. هو أعطانا الحياة، أعطانا الحب، وأعطانا موته. فالمسيح أتى إلى هذا العالم كان له هدف واحد، وهو خلاص البشر، لأنه يحبنا ويريد خلاصنا. فكل شيء بالعالم ينتهي إلا حب الله لنا، لا يمكن أن ينتهي أبدا. تركتك لكني أعود.
لما يحلو في عينيك، فمن الآن أنا لم أعد أنا، أودع كلي في راحتيك. أنت الفخر وأنا كالطين بين يديك، اصنع مني وعاء آخر مثل ما يحلو في عينيك، فمن الآن أنا لم أعد أنا، أودع كلي براحتيك. برضاك يا خالقي ارحم دموعي وامسك بيدي، أنا من دونك أمس بلا غدي، أنعم بخير الحياة إلى أبدي. Thank you.
when troubles come in my heart burning beam, I am still awake here in the silence until you come and see it a while. في يوم تمنعني اني اجيلك
دفئك على غفرانك وعلى العينك، أخذ كاسك وانشر اسمك في إنجيلك. اديني قوة يا ربي أبشر روعة موتك اللي يحرك، قوة دمك اللي يبرر دم أديلك. وإزاي بقى يا ربي هكفئك على غفرانك وعلى العينك، روعة موتك اللي يحرك، قوة دمك اللي يبرر دم أديلك، وأفضل
كيف تدعوني ابنك بالرغم من كل الخطايا الداخلية والخبايا المخفية التي لا يراها سواك؟ كيف تدعوني ابنك بالرغم من كل الجروح والمسامير التي دققتها في يداك؟ هم صلبوك مرة، وأنا بعنادي صلبتك ألف مرة. طعنوك مرة، وبآثامي طعنتك ألف مرة. سقوك الخل والمرة، وأنا سقيتك منها ألف جرة وجرة. هم جرحوك، ضربوك، وتاج من الشوك القاسي ألبسوك، وأنا مثلهم لا بل أكثر بألف مرة. ابنك؟ كيف لي أن أدعى ابنا لك؟ كيف تختارني من بين ملايين الأنقياء؟ من هم على الأرض ومعك في بيتك وفي السماء لأرتل اسمك؟ من أنا؟ من أنا لتمنحني حبك ومثل اللص في آخر عمر عفوك؟ من أنا لتعدني بملكوتك؟ أنا العشار، جاب الضرائب وكثير المصائب. لا بل أنا يهوذا المخادع، خنتك ومثل بطرس أنكرتك. أنا رماد، بالأصل تراب، وإلى التراب أعود. وبعد كل هذا تجعلني صياد؟ أصطاد بكلمتك لا لأجل نفسي بل لأجلك. من أنا؟ من أنا من بين كل الصيادين تختارني بصوتي الحزين لأرتل صلبك؟ قل لي، ما هذا الحب العجيب؟ وما معيار اختيارك؟ من أنا؟ ما هو سرك؟ ما سر حبك؟ أنت قلت للخطأ جئت، وأنا في نفسي صحيح، في داخلي شيطان ويرى نفسه صحيحا. للأصحاء أنت لم تجئ، قل لي ما هو سرك ومن أنا؟ أنا بالأصل قبيح، أنا لست صحيح. فهمني وافهمني، ساعدني، تعبت من بحثي لفهم سعيك. عجيبة هي أعمالك وصعب علي أن أدركها، وخططك ما سرها؟ عن الحكماء تحجبها وللضعفاء تعطيها، صعب علي أن أفهمها. أنت قلت من يطلبها يجدها، يترك كل شيء يتبعها فيقتنيها. وأنا مثلهم، ضعيف مريض وخاطئ، ولا أريد سواك. أريد ما تريد أنت، لا مشيئتي بل مشيئتك. Thank you.
مثل سوء ما في الورق
كسر كل قيود الموت ومحى كل خطايانا. أخطأ آدم ومات، والمسيح لم يخطئ لكنه مات ثم قام. قيامته هي حقا قيامتي أنا، وقيامتك أنت، وقيامة كل أبناء البشر. القيامة هي حقيقة ثابتة بحد ذاتها، إنه ليس ها هنا بل قام. المسيح قام من بين الأموات وهو حي فينا، ولأن أحدا لم يره وهو يقوم من القبر فقيامته موضوع إيماننا كالبركان في ضميرنا ووجداننا وفكرنا. السيد ليس في القبر، السيد قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام. Yeah.